الخير لكل المشاهدين، تحياتنا لكم، دائما نجدد لكم تحية ببرنامج يوم جديد. طبعا دائما نحيي كل اللي بيرافقونا ببرنامجنا منذ الصباح واللي بينضموا إلينا دائما خلال فترات وقت هذا البرنامج. نتمنى دائما إن شاء الله أنه يروق لكل المشاهدين. فقرتنا القادمة رح نحكي فيها عن نادي الطلبة السعوديين الموجود في مدينة إربد. رح نتحدث عن خصوصية هذا النادي بحيث أنه بيجمع عدد من الطلبة السعوديين الدارسين في جامعات مدينة إربد، وهي كثيرة. بنعرف أنه مدينة إربد فيها جامعات وفيها صروح أكاديمية كبيرة، وفيها عدد من الأشقاء العرب عددهم أيضا كبير ومنهم الطلبة السعوديين. بصرنا اليوم أنه نلقي الضوء على تجربة نادي الطلبة السعوديين في مدينة إربد، ومعانا هذا الصباح مسفر الهرش وطالب دكتوراه، يعني بنقدر نقول لك دكتور مسفر. أهلا وسهلا فيك، أنت رئيس نادي الطلبة الأردنيين، عفوا السعوديين، كلنا زي بعض بالنهاية في مدينة إربد. أهلا وسهلا فيك. وأيضا الشاعر علي بن مغيب الأكلبي، أهلا وسهلا فيك، شاعر المليون، وأيضا من الطلبة السعوديين اللي بدرسوا في جامعة اليرموك هندسة. أهلا يا باش مهندس، المهندس الشاعر، يا ميت أهلا وسهلا فيكم ويعطيكم العافية. صارت بلدكم أتوقع مسفر الأردن، ومدينة إربد صارت مدينتكم. نعرف قد ايه في هذا التقارب بين الطلبة السعوديين والطلبة الأردنيين، ولكن خلينا ناخذ فكرة دكتور مسفر عن النادي، منذ متى تأسس ولماذا تأسس؟ أولا أحمد من بعث بالبينات يا أحمد، وصلي وسلم على سيدنا محمد. نحيي السادة المشاهدين ونقول أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير. وبالنسبة لنادي الطلبة السعوديين في إربد، تم افتتاحه في عام 2008، وهو بمثابة حلقة وصل بين الطلبة والجامعات والملحقية. مهم، ويعني حتى لنا الشرف ان اللي تم افتتاحه عن طريق عطوفة الاستاذ الدكتور وجيه ابو عويس. رئيس كان وقتها رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، ومن ذاك الوقت انطلق للاشراف واقامة الانشطة، وكذلك مثل ما ذكرنا انها حلقة وصل ويشرف على كثير من الانشطة، وهو مهتم بالانشطة اللامنهجية بشكل عام، وهو يعتبر بيت ثاني لكل طالب سعودي. أنا بتوقع أنه أهمية وجود نادي يهتم بشؤون الطلبة السعوديين كتير مهم، أنه يكون في نادي بيجمعهم بنشاطات مختلفة، بيعرفهم على بعض. وما بعرف لأي مدى أيضا مفتوح النادي لطلبة غير سعوديين، يعني هل في لكم أصدقاء أيضا في هذا النادي من الطلبة الأردنيين أشقاء العرب؟ بتوقع النادي أيضا مفتوح لأكثر من يعني جنسية عربية لتكون موجودة معاكم في النادي. صدقتي، أول إحنا في مجتمع طلابي أكيد ما يخلو من يعني وجود كثير من الجاليات، يعني حتى لو تكلمنا نخرج عن حتى الأردنيين وغيرهم. إحنا في الجامعة في طلبة أندونيسيين، أنا بعرف كمان في جام في الجامعات إلى 60 جالية يعني يصلون. في جامعة العلوم والتكنولوجيا وفي جامعة اليرموك، فلا شك يكون بيننا تواصل أكيد، وفي زيارات وفي استضافات لكثير من الأنشطة، ويكون فيها أصلا في نشاطات تعاون بيننا وبين نادي الطلبة العرب والأجانب في جامعة اليرموك وفي جامعة العلوم والتكنولوجيا. دكتور مسفر، البكالوريوس والماجستير والدكتوراه كلهم بالجامعات الأردنية ولا بس الدكتوراه؟ لهم في كل التخصصات وكل المراحل. كل المراحل يعني كانت في جامعة اليرموك تحديدا. هذا يعني نقدر نقول، يعني لو تكلمنا عن عدد الطلبة يعني أو المراحل في الأردن بشكل عام 6000 طالب وطالبة من الطلبة السعوديين، هذا في الجامعات والمعاهد والمدارس والمراكز الرعاية، مراكز الرعاية الخاصة. ما دام نحن في نادي إربد نتكلم عن نادي إربد، يوجد في جامعة اليرموك 700 طالب تقريبا، نصفهم دراسات عليا. ما شاء الله، هذا هو ما شاء الله عليكم. تقريبا يعني النصف في جامعة العلوم والتكنولوجيا 1200 طالب. هذا في نطاق إربد بشكل عام، كأننا نحكي عن 2000 طالب. 2000 طالب. ما شاء الله. ان شاء الله يعني اللي بنتمنى ان تكون حياتكم الأكاديمية موفقة، وإقامتكم في الأردن ايضا طيبة، وهذا مؤمل دائما للطلبة السعوديين. الشاعر علي بن مغيب الأكلبي، انت شاعر المليون الجميل، تعضو في هذا النادي ومقيم في مدينة إربد، ولك مشاركة شعرية في تجربة شاعر المليون، واحنا سعيدين انك انت معانا اليوم حتى نسمع شعر. وانا اسعد، واول شيء صباح الجمال كجمال شخصك وجمال المشاهدين. وقبل كل شيء احب اعزف ايات التبريكات والتهاني المنتخب النشامه. تسلم اللي مطول وجيهنا
كثير تحب كرة القدم السعودية. والله نعرف والله نحبها ونحب الروح اللي عند منتخب النشامه. كيف الروح الرجولي مستوى يرفع الراس. الحمد لله الحمد لله. اتمنى لكل المنتخبات العربية النجاح ان شاء الله. واحب ابارك بعد المنتخب العماني اللي حصل على التعادل صحيح في ارض استراليا ويستاهلون ان شاء الله بالتوفيق لهم جميعا يا رب. اما استضافتكم فانتم اهل كرم وضيافه وتسلمون. واربد والاردن احنا سافرنا من بلدنا من السعوديه صحيح الى الاردن بلدنا الثاني. اكيد اكيد اكيد. وكرمكم وضيافتكم واستقبالكم يعني لنا الشيء الكثير. هذا يعني كمان اكيد نابع من حسن اقامتكم في بلدكم الاردن. سمعتكم دائما جيده وممتازه وبترفع الراس. نسمع شعر يعني استاذ علي، يعني اكيد حابين نسمع من تجربتك في شاعر المليون. اليوم انت معانا وحابين يعني نتعرف شوي على اجواء قصائدك الشعريه. نعطيكم تقريبا من القصائد الجديده. انت بتحفظ قصائدك يبدو لانه ما معك ورق. لا لا ابشركم. تفضل. نحاول نعتمد على الذاكره. تفضل. دائما اغلب بنات الشخص تكون اصغرهم سن، فلعلني اقدم لكم اصغر القصائد تقريبا عمر. تفضل. يا وجد حالي من 3 ليال ضاقت بيا الاوطان وين اروح؟ الدرب موحش والحمول ثقال وعلى الخطايا ماني مسموح. قدامي جبال وراي جبال والناس يا مذموم يا ممدوح. أبسبح من الجال لين الجال لو كان ما عندي سفينة نوح. يطفو طموحي في بحر ومال مثل ما يطفو في المياه اللوح. كله مهر للي على ما قال ضحت لي بقلب وحياه وروح. يا طيبها من شربة الفنجال إلين كرمك الله ومسموح. لها خفوقي منزل ومدهال ما هو كتاب للبشر مفتوح. في وجهي وفي وجه عم وخال انها البياض الناصع المملوح. ودعتها يوم الدبش رحال وضميتها وثر البروق تلوح. حسيت في دمع الوفا اللي سال كنا على نار الوداع يفوح. لو يستر الله لابسات الشال ما يستر الله واحد مفضوح. انا هنا في نظرة العذال مثل الدراهم في يد المشفوح. من بعدها تني صوي بقتال مالي مع درب المزوح. مزوح أشرح على من قال كيف الحال؟ الحال واضح بين ومشروح. الله سلامتك. جميل جميل شاعر جميل. يعني بهذا النوع من الشعر نسميه الشعر النبطي. خلينا نقول هذا النبطي. قليل من يجيدون ابتكار صور شعرية جديدة، انت منهم يعني. انا كثير استمتعت فعلا. تسلمي. استاذ علي، بمن تتأثر من شعراء الشعر النبطي بالسعودية؟ اسماء كبيرة يعني معروفة وغنى لهم الكبار المطربين الخليجيين والسعوديين، بمن يتأثر علي؟ والله علي الأكلبي تأثر بكل شاعر جميل. يعني ما أوقف عند شاعر معين وأقول هذا الشاعر اللي خلاص أسوي منه كوبي بيست. ولكن كل شاعر جميل يستوقفني لا بد أنه يأخذ النصيب الأكبر من وقتي ومن اهتمامي. والسعودية والأردن قامات شعر هائلة جدا. صحيح. تتمنى حدا يغني لك من شعرك لاحقا علي؟ مين الاسم اللي يعني بتوقع مثلا محمد عبده؟ اكيد لا. يعني اكيد امنيه، ولكن في حدا معين هيك عرض عليك انه يغني لك قصائد او في يعني هيك مشروع لقدام ممكن يكون؟ والله في مشاريع، ولكن انا تقريبا تستهويني الاغاني الوطنيه اكثر شيء، خصوصا الاردن مميز فيها. كذا فنان أردني أنا أتمنى أنهم يغنوا لي إن شاء الله، وإن شاء الله بيكون عمل قريب إن شاء الله جدا. إن شاء الله إن شاء الله. حتى عن طريقنا عن طريق البرنامج إذا في كمان فنانين عادة بيتابعوا برنامج يوم جديد. إحنا سعيدين أن نكون صلة وصل بينك وبينهم. نرجع لنادي الطلبة السعوديين دكتور مسفر الآن، يعني ما هي أهم النشاطات اللي بتحاولوا دائما أنه تكونوا أو تعقدوها أو يعني تعملوها لجمع الطلبة السعوديين سواء مع الملحق الثقافي أو مع المسؤولين عن الجامعات في مدينة إربد حتى يحكوا عن الصعوبات مثلا، يحكوا عن الإنجازات وغيرها من الأمور اللي بتحبوا أنتوا دائما تعرضوها؟ أولا في البداية حرص السفارة المملكة العربية السعودية كونها هي الراعي لنا في هذه الدولة، حرصت على طلابها الرعاية، طلاب
الدارسين والمبتعثين عن طريق الملحقية، والملحقية من حرصها أنشأت هذا النادي لحلقة وصل كما ذكرنا، وكذلك للمتابعة والإشراف ويكونون قريب منهم ومن أجواءهم يعني، وكذلك يكونوا من نفس الطلبة ويكون جو طلاب يعني. هو أنشئ مبنى مخصص للاستقبال ومهيئ في صالة رياضية مكتبة بمنطقة شارع البتراء أظن في الأردن في إربد. أي نعم. هذا هو، فهو يعتبر في البداية هو مبنى يعني للزيارة في أي وقت حسب أوقات الفراغ الطلبة بشكل عام، بالإضافة لاستضافات عامة وكذلك إقامة لقاءات للمستجدين في بداية كل عام للتعريف وللتعارف. بجوز هاي من أهم الأنشطة اللي بتعملوها. قد ايه بيجي المستجد؟ من أهم عمل النادي مثل ما تفضل الدكتور، المستجدين، استقبال المستجدين فعلا. بيكون وضعهم شوي صعب، بيكونوا بدهم يتعرفوا على المجتمع، يتعرفوا على طلبة من بلدهم، فأظن أنتم بتقوموا بهاي المهمة. أكيد. هي أصلا مثل ما ذكرت يعني هو بعضهم حتى يجي في خايفين يعني بكونوا، ما هو في وحشة، احنا نعتبر الأردن بلدنا الثاني بس تجربة جديدة لا شك، أشقاء يعني وأخوة يعني قبل ذلك، لكن رهبة المكان الجديد وكذا، كذلك يعني انتقال الجو جديد، جو جامعي، فيحتاج يعني مثل هذه الأجواء. المستجدين بالبلد من البلد نفسها بيكون عندهم هاي الرهبة، فما بالك من بلد أخرى يعني. هي يعني زي ما تقول مثل ما سهل لهم أمور كثيرة مثل ما تفضل الدكتور، مثلا من الملحقية إلى الجامعات يعمل النادي على ربط بين هذا الجانب، ويسهل للطلاب وبعدين قريب من الطلاب، مثلا الطلاب الدارسين في إربد بدل ما يطلع العمان، في أمور كثيرة يحلونها الشباب في يعني النادي. انتم موجودين هون فيش داعي تطلعوا العمان، احنا ممكن نسهل لكم الامور، نتواصل مع الملحقيه ومع السفاره. وانا طبعا اشيد واشكر يعني الملحقيه الثقافيه وقبلها السفاره وعلى راسهم السفير الاستاذ فهد بن عبد المحسن الزيد على حرصه، وكذلك الاستاذ الدكتور الملحق الثقافي محمد القحطاني على حرصهم. ذكرت ان في حلقه وصل الملحقيه تعمل ان الطالب ما يحتاج في يوم من الايام انه يذهب للملحقيه ويكون عن طريق البوابه الالكترونيه وعن طريقنا يعني، هذا هو تسهيل الخدمات. انا امبارح وانا ببحث عنكم اصلا على طول يعني نادي الطلب السعوديين لكم مساحه على الملحقيه الثقافيه السعوديه، هذا كثير، هذا هو حرص منهم. بكفي خبرتك دكتور مسفر يعني، انت لحالك دكتوراه ليس فقط بتخصصك يعني، انت دكتوراه في معرفه اربد وفي معرفه الجامعات الجامعات الموجوده فيها، فاكيد بتعطي خبرتك كمان للطلبه. نرجع لك استاذ علي ونسمع المزيد من الشعر قبل ما ينتهي وقتنا، حابين نسمع كمان قصيده لو سمحت. تامر أمر، الله يسعدك. يا هيه يا هيه يلي علينا سيلكم حدري، الله يستر واشوف الناس مفضوحة، فلا الغزل في البنات منقص قدري، ولا مديح الشيوخ مسيل اندوحة. يا هيه يلي علينا سيلكم حدري، الناس يستر واشوف الناس مفضوحة، فلا الغزل في البنات منقص قدري، ولا مديح الشيوخ مسيل دوحة. دخلت في عالم العشاق من بدري، وقصيت لي تذكرة في الحب مفتوحة، خلوني أضم محبوبي على صدري، في دية انضمة المحبوب مسموحة، أعيش في مرحلة أدري ولا أدري، قلبي مع قلبه وروحي مع روحه، هو قبلتي في القصيد وشمسي وبدري، هو لوحتي يوم مالي في الرسم لوحة، الليل غدرة واشوف انها تبي غدري، قلوب مستانسة وقلوب مجروحة. جميل جدا يا استاذ علي، كيف كانت تجربتك بشاعر المليون؟ كيف استفدت منها؟ شاعر المليون تجربة جميلة والحمد لله ناجحة، وكانت يعني تحمل في طياتها الكثير من المتعة والحمد لله تجربة بشرك ناجحة. ناجحة مع أنها أخذتنا جنحتنا بشوي عن الدراسة شوي، ولكن الأمور كلها زينة إن شاء الله. إن شاء الله. أحب من خلالكم بدها تركيز كمان. أحب من خلالكم أشكر جامعة اليرموك على تعاونها معي وعلى كلية الحجاوي خاصة، والله يعطيهم العافية. نعم، أنت يعني مهندس في تخصصك، مهندس بالشعر يعني الله. بتهندس الكلمات أيضا، فجميل منك يعني هذه القصائد أستاذ علي بن مغيب الأكلبي، شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور مسفر، شكرا جزيلا لكم، نتمنى لكم مزيد من التوفيق. أشكر الأردن حكومة وشعبا وملكا على حسن
الضيافة وكرم الضيافة وحسن التعامل. الله يخليك، وانتم شكرا جزيلا لوجودكم معنا، بالتوفيق لكل الطلبة السعوديين الموجودين على مقاعد الدراسة في جامعاتنا الأردنية، يعطيكم ألف عافية. وإحنا أعزائي المشاهدين رح ننتقل لفاصل ونرجع مع ألكسندرا، رح يكون معاها فقرة قادمة، خليكم معنا.